وهي أنواع الدعوة. الدعوة أنواع. الدعوة النوع الأول الدعوة الجماعية، هذه الدعوة تتمثل في إلقاء محاضرات في المساجد أو في الجوامع أو في على المنبر أو مؤتمرات أو ندوات، هذه الدعوة الجماعية. من خصائص هذه الدعوة الجماعية إنها فيها إحراج، لا أحد لا لا ليس كل أحد يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذا النوع، لأنه في إحراج. قد لا يستطيع الإنسان يجلس على كرسي ويتكلم مع الناس والناس تنظر إليه، فيه شيء من نوع من الخوف والإحراج، وذلك يحدث. ولكن الداعية عندما يمارس هذه الدعوة ويصاب بإحراج أو مواقف محرجة، يقعد نصب عينيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبوه وضربوه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسقط في حفرة، وخاض في عرضه صلى الله عليه وسلم، و و و و ولكنه لم ينثني عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أجره عظيم عند الله عز وجل. أذكر لكم بعض بعض يعني موقف صار لي، موقف محرج، يعني مواقف كثيرة حدثت لي في هذا المجال، نسأل الله السلامة والعافية أن نكون عن الدعاء. في يوم من الأيام كان عندي محاضرة بالعرض المرئي على الشاشة، شاشة عرض في جامعة، فمررت على الحاسب الآلي بيت الشمال سريعا، فحملت الحقيبة وذهبت مسرعا إلى الجامعة. فصليت المغرب، عندما أتيت لكي أجهز الحاسب الآلي والجهاز، ركبت الجهاز، عندما فتحت حقيبة الحاسب الآلي إذ بي أجد كتب في الحقيقة، في الحقيبة كتب، ولم أجد الحاسب الآلي، يعني كتب أحد الأخوات. يلا عاد مو تسوي وانت مركب جهازك، باقي هذا الحاسب الآلي. فأصبته بإحراج كبير يعني، ولكن الحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى، إذا بالشمل جايب الحقيبة يعني، الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من المواقف المضحكة، كان عندي محاضرة، كنت أنوب عن أحد الأخوات، محاضرة للنساء في رمضان من فترة، فبعد صلاة التراويح، فوصلت والنساء خرجوا من المصلى لأن جاء الاتصال متأخر. فسبحان الله توفقت من الله سبحانه، توفيق من الله سبحانه وتعالى، وجدت المسؤولة، قلت لها ترى أنا جاي أنوب عن المرأة هذه. قال انزين هنا، قلت لهم في ستارة داخل؟ قال لا ما في ستارة. قلت أنا ما أدخل بدون ستارة لأن ما معي أهلي. فدخل قال لي روح الجامعة، ألقي درس من الجامعة. كيف ألقي درس من الجامعة؟ فالمهم دخلت الجامعة وجلست وكذا وشغلت المكبر وألقيت الدرس. لكن جاء عامل المسجد يطفي المصابيح، طبعا ما في حد من الرجال امامي ابدا ولا واحد، ناس خارج يعني. فجاء هذا العامل يطفي المصابيح، وينظر الي بنظره استغراب يعني، سوالي قل انت مو مجنون ولا كيف؟ وانا ما قدر ارد عليه لان النساء يسمعني يعني، وداخلي اضحك يعني. موقف مواقف محرجه كثيره جدا.